وتالكامون زادوا فيه تالكامون كامون قسما بالله. دابا كنطلاق المواطنين لحقاش هما ما كيطلاقاوهمش غير في الانتخابات، عاد كيوليو شويه ياكلوا شويه تاع السردين وياكلوا البصاره ويتصوروا مع الدراوش وياكلوا الشفنج. بالنسبه ل 1500 درهم لكانوا كيقولوا بانها سابقه تاريخيه وعمرها ما وقعات وتبارك الله ومخرجين للصحافه الماجوره وتا هي تطبل وكتغيط وراه تبارك الله وشنو بغاو وكيكثر من هذا الشيء. كنقولوا لهم الا كانت سابقه تاريخيه الزياده في الاجور راه كذلك سابقه تاريخيه في الزياده في الاسعار في المواد الغذائيه وبالمحروقات. ما يتكذبوش علينا، راه المواد الغذائيه كامله زادت حتى ل 500%، كاين مواد غذائيه اللي زادت 400%، كاين مواد غذائيه اللي زادت 300%، وياك كتقولوا حنا كامونيين وكنتحكوا وتا الكامون زادوا فيه، تا الكامون، كامون قسما بالله. دابا كنطلاق المواطنين لحقاش هما ما كيطلاقاوهمش غير في الانتخابات، عاد كيوليو شويه ياكلوا شويه تاع السردين وياكلوا البصاره ويتصوروا مع الدراوش وياكلوا الشفنج. حنا راه عايشين معاهم. تلاقيت مواطن قال لي في 26 نوفمبر قال لي كنتقضت قضيه عاديه، شريت كيلو تاع الكامون ب 60 درهم، قال لي والله العظيم استاذ لا دابا خديته ب 120 درهم. هاد الكامون، هاد الكامون، كامون زدتوا فيه 100%. بالله عليك تقول لنا زدتي في الاجور، احنا ما كنطلبوش صدقه، ما يمكنش تشرينا ب 25 درهم للنهار، راه كناها وكنعرفوا واش كنقولوا، احنا بغينا المدرسه المغربيه يرجع لها الاعتبار، ومن كنقولوا الكرامه راه فيها شقين، فيها الشق المادي وفيها الشق الاعتباري، واش هاد 25 درهم تمشيو تشوهونا وكديروا لنا الطبل في المحطات الاعلاميه كامله، درتوها في 2012 لا بقيتوا عاقلين، خرجتوا للدوزيام ومشيتوا كتروجوا لهم كتقولوا لهم الاساتذه والممرضين عطيناهم تعويضات على الوسط القروي. الناس دابا راه متيقه كيقول لنا تبارك الله نعوضوكم على الوسط القروي، واش هاد الناس نحاسبهم ولا ما نحاسبهمش؟ اذا حنا هادشي ولفناه، ولفنا البهرجه والالام. للاسف قنوات كانت في اي الله يحفظ اي حادثه كتادي الاستاذ كي مباشره استاذ اغتصب واحد التلميذه بدون بحث وبدون تنقيب كيجيبوا لك ذاك الخبر باش يشوهوا الاستاذ. استاذ ضرب واحد التلميذه قتلها عنفها كيجيبوه، ولكن الحاجه اللي كتادي الاستاذ ما كيوضحوها عمرها ما جابها الاعلام. يترياتون وكيمنعوا علينا منعا باتا حتى القنوات الرسميه انهم يستضفونا. للاسف راه تلاحظتوا ما كنقولوش شي حاجه ماشي هذيك، لا كانوا في النهايه ديال هذا الاتفاق، هذا الاتفاق تاع البارح تاع 10 دجنبير، النهايه ديالو شنو كاتبين؟ في الاخر شريطه التعاون على السلم الاجتماعي، وكأن هذه المظاهرات اللي كنديروا دابا والاحتجاجات السلميه راك تلاحظوا كل شيء غادي سلمي، ما كنعرق له طريق ما غادي والو في الجنب منظمين، وقفات سلميه شعارات سلميه، ما كناديو لا بانقلابات ولا بتا حاجه، غادي الحمد لله عندنا مطالب خبزيه ومطالب تاع الكرامه ومطالب ديال اعاده الاعتبار. هاد الناس ولاو كيقولوا لهم ها حنا نعطيكم هاد 25 درهم في النهار، ولكن السلم الاجتماعي وعندكم. اذا شنو السلم الاجتماعي؟ من نخرج انا نقول التلاميذ ما توصلوش بالكتوبه حتى لاواخر اكتوبر، وكاين اللي توصل بكتوبه تاع يعني دازت شهرين تاع القرايه والتلاميذ ما وصلوش بالكتب تاع مبادره ديال مليون محفظه، ما توصلناش بالكتب. اذا لي شكون اللي غايقولها؟ شكون؟ راه حنا خرجنا نقولوا هذا الشيء وخرجنا نوضحوه لعباد الله بان هذا الشيء يكفي. يستحيل استاذ طرهنوا دخلوا في 4 شتنبير مدخلوا استاذ علي القاسم كطرهنوا بغيتونا نوليو عساسه للتلاميذ نعسوا عليهم صافي ما نقريوش. اذا بالتالي دخلتيني في 4 شتنبير خصني نتوصل بالكتب الدراسيه في 4 شتنبير، سينو خلي التلاميذ يخرجوا يشريوا الكتب تاعهم. اذا هاد اللي مسؤولين على التاخر هما اللي خصهم يتحاسبوا.